لأن وصلت الأوضاع في منطقة حوض الوقف إلى حالة يجب أن نرتدي الأكفان ونصلي صلاة العيد على الشارع العام الذي يربط قرية المخيسة مع قرية الزاغنية وبودجة، ونطالب بإخراج الجيش فورا من هذه المنطقة. فعلى وسائل الإعلام التوجه إلى القرية في الصباح الباكر، ومن الله التوفيق. كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب، نعم نعم للأمان، نعم نعم للأمان، كلا كلا للإرهاب، كلا كلا للإرهاب.